فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن رعاية وكسار نبات بلانترا جامبو. في الأول هكلمكم عن رعاية النبات. أول حاجة هنبدأ بيها التربة. التربة هي عامل أساسي لنجاح أي نبات، ونبات النهاردة مش بيحتاج مواصفات خاصة ولا حاجة، كل اللي بيحتاجه خليط من التربة الطينية والرمل زي كده بنسبة 1:1. لو عايز تعرف ليه بنعمل خليط التربة ده هتكلم عنه بس في فيديو مستقل. تاني حاجة مهمة بالنسبة لنبات الانطيرة هي الشمس. الشمس هي اللي بتتحكم في لون النبات، يعني النبات ده لو خليته في الظل هتلاقي الورق بتاعه ده كله لونه أخضر، لكن طول ما هو في الشمس هتلاقي الورق بتاعه لونه احمر زي كده. لو قلبت الورقة كمان هتلاقي احمر خالص زي كده. فالمدة اللي بتعرضه للشمس هي اللي بتحدد لونه. هنا هتلاقي النبات لونه مش احمر اوي، عشان انا بعرضه للشمس حوالي 3 ساعات بس. تالت حاجة هنتكلم عنها هي الري. نبات الانطيرة مش بيتحمل العطش، يعني انت هتلاحظ ان مجرد ما التربة بتنشف هتلاقي الورق ده كله دبل ونزل لتحت، فانت اول ما التربة ما تنشف تديله مية على طول حتى لو كمية قليلة، المهم ان ما تسيبش التربة تنشف. اخر حاجة هنتكلم عنها في موضوع رعاية النبات هي التسميد. هتجيب سماد اسمه NPK متعادل، وتاخد منه قيمة معلقة شاي وتضيف على لتر مية وترجه كويس. ولو النبات بتاعك في قصيص حجمه زي ده كده، قصيص صغير، هتديله قيمة كوباية واحدة بس كل شهر. ولو القصيص بتاعك أكبر من ده هتزود الكمية، يعني على حسب حجم القصيص بتديله كمية معينة. ويفضل إن التسميد يكون بالليل بعيد عن الشمس. طيب كده بقى خلصنا الرعاية، نيجي بقى لطريقة الإكسار. النبات ده بيتكاثر بالعقل في شهر 2 و3 و4. هنختار فرق طوله حوالي 15 سنتي، يعني مثلا فرع زي ده كده. هنيجي من هنا كده، ادي هنا في القمة النامية اهي فوق، وادي ده برعم الجزء ده، وادي كمان واحد كده، 2. هنيجي من تحت البرعم ده ونقص، ادي العلة بتاعتنا اهي الصغيرة مش محتاجة. يعني هنشيل الورق اللي تحت ده كله، ودي كمان، مش هنسيب غير الورقتين دول بس، هذه واحدة وهذه التانية. اتبقت معانا العودة بالمنظر ده، القمة النامية بس، وادي دول، ادي برعم وادي التاني اهو كده واضحين. بعد كده هنجيب الاساس اللي هنزرع فيه زي كده. طبعا التربة لازم تكون خليط بين الرمل والتربة الطينية. هنضيف المية عشان التربة تكون خفيفة على الأول أول ما نحطها عشان ما تتكسرش. بعد ما التربة شربت المية هنزرع الأول على طول زي كده، ونضغط حوالين الأول عشان لو في أي هواء يطلع. بعد كده هنخلي العقلة في مكان ظل حوالي شهر، هتكون كونت جذور وهتبدأ كمان تطلع عندك فروع، انت هتلاحظها من الفروع الجديدة اللي هتطلع. وبكده العقلة نجحت. لو في اي استفسار سيبه تحت في كومنت، متنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة.
Thank you.